السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا بنات، كيف اخباركم؟ كي دايرين؟ صحيحه لاباس؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال وبمزاج عالي وراقي كما العاده. بنات حبيباتي، اليوم حبيت نشارككم واحد الطويجين توا تيجي روعه 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 في المذاق. هذه غداتي حبيت نشاركها معكم، هذا الطويجين البنات ديال الدجاج مخضر بطاطا الحلوة على أنواع أشكالها. عندنا هنا بطاطا الحلوة الحمراء، هذه عندها واحد النكهة خاصة، وبطاطا الحلوة البيضاء، والزبيب. دجاج مخضر بطاطا الحلوة والزبيب تيجي غزال. يا سلام البنات ما شهيتكم فيه. إذا نذكروا دابا العناصر المكونات، عندنا الدجاج. أنا هنايا ديجا كنكون ماريني، عندي دائما الدجاج تنديرلو التوابل ديالو تنرقدو فيها، اللي هي الثومه والسكينجبير والبزار والخرقوم والملحه، وكنرقدهم وتنخليه باش كيشرب مزيان الدجاج. عندنا هنا قيمه بصله مشلضه هلاليه كبيره، وعندنا كيسبق لي قلت لكم بطاطا مقطعه طراف، وعندنا هنا زبيب منقع قيمه كاس ديال الزبيب منقع في الماء، وكنحتاجو سكينجبير، تنحتاجو بزار، تنحتاجو يعني خرقوم، تنحتاجو الزعفران الحر، وتنحتاجو قليل من المعدنوس مقطع، وتنحتاجو القرفة مضعوقة، وتنحتاجو لاستوس ديال هاد النصبة هادي البنات، تنحتاجو واحد القريصة ديال مسكة حرة مع الزبيب. وهذا يا سلام ما تشبعوش منها، انا اكيد انكم غادي تعجبكم هذه الوصفه. اذا نبداو على بركه الله. تحضير يعني الطاجين شي البنات كنوضعوا داك الشكل اللي عندنا البنات، الطاجين ديالنا كتجي على الطاجين غزاله البنات، يعني واحد النكهه صدقوني لا تقاوم. هادو يعني اكلات تقليديين تيجي ولدات وخفاف او ميم طون. اذا على بركه الله درنا الزويته، كنديروا قليل من البصل، البصله ما تنديروهاش كلها، تنديروا غير واحد القدر هكا اللي كيجي لتحت من الدجاج، وتنوضعوا معاه شويه ديال المليحه، شويه لان ديجا الدجاج راني دايره فيه الملحه هي قيمت باش هذيك البصله ما تتبقاش. هذا بصه، وتنوضعوا الطريفات ديالنا ديال الدجاج. انا هاد الوصفه تنفضل فيها البنات يعني الفخذ ديال الدجاج، فخذ الدجاج كيجي فيها هائل. تنوضعوا الدجاج ديالنا هو هذا، وتنضيفوا له، تنضيفوا من فوق منه عاود شويه البصله، كنديروها على طبقات، عاود نديروا البصله هكا فوق منه، وعاد كنضيفوا له هذا. التوابل اللي غادي نضيفو دابا هي سكينجبير، دابا تنضيفو غير قليل من التوابل، شويه سكينجبير، لان ديجا انا سبق لك قلت لكم كنكون محضره ديجا الدجاج تنرقدو في التوابل. علاش؟ باش كيشرب مزيان، تيجي في المذاق هائل. تندير شويه هكا، ونعاود ندير شويه في البزار عاوتاني، حتى هو شويه هنا البزار، راني تنكون مخلطه البيض والاسود، ما تنكونش دايره غير الاسود. صافي تنخليوه هكا، بينما ديك البصيله راه تطلق المويه ديالها، وتتغلي واحد الغليه شويه، وعاد غادي نعاودو نرجعو باش نمونطيو، يعني باش حتى نمونطيو فوق منو يعني البطاطس مع شويش البصل، وعاد كنوضعو يعني تنركبو الطاجين مرة واحدة، وتنخليوه يطهى على المهل، تنقصو عليه يعني النار وتنخليوه كيتطهى على مهل. بعد البنات ما خلاص شوية تعودا تيتقلى الدجاج ديالنا، راه بدا تيتقلى، غادي دابا الان غادي نوضعو
التوابل البطاطا والزبيب ياك فاش غادي نمونطيو الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على مهل. اذا هنا البنات كنقبط واحد قيمه سليفه صغيرة نص كاس ديال الماء ياك، كنضيف فيه هذا البزار، قليل من الفلفل الاسود. هانتوما البنات تنضيف قليل من الفلفل الاسود. دابا هادشي باش ندير التتبيله تبقى من البصله وشويه هذا خلاص الزبيب والبطاطا الحلوه تنتبلوها، وكنزيد هنا سكينجبير حتى هو، وتنضيف هنا القرفه. القرفه البنات كتجي هائله في هذا، هي والزعفران الحر. الزعفران الحر ما درتوش قبيله في الدجاج لان ديجا مرقده الدجاج بالزعفران الحر فيه. هنا كنضيف شي شعيرات ديال الزعفران الحر والمسك الحر. المسكه الحره البنات مطعوقه، كندير راس المعلقه هكا، راس المعلقه اللي كندير فيها باش كتجي النكهه في البطاطا ومع مع الزبيب كتجي يا سلام والبصله. اذا احنا دابا احنا كنخلطوا ديك يعني التوابل كامله هياتي، وغادي نديروا البصله هي الاولى، داكشي اللي بقى لنا ديال البصله كنوضعوه هنا هو الاول. بعد ذلك كنوضعوا الزبيب اللي نقعناه في الماء، ها هو وغادي نوضعوا حتى البطاطا، وغادي نخلطوا كل شيء مع التوابل اللي مسجناها بشويش الماء. غندير حتى البطاطا هنا، وغادي نصب عليهم هاد التوابل اللي خلطناها بالماء. انا ما درتش هنا الملح البنات لان درت الملحه كافيه في هذا الدجاج في الطاجين. وهنا غادي نخلط الكل على بعضه جيدا باش كيدخل له التوابل، تتشرب التوابل، تتشرب القمة ديالها. هياتي الزعفران وهذا راه عطيت واحد النسمه البنات ما نوصفها لكمش. من بعد ملي كنخلط عاد تنضيف المعدنوس، تنضيف ديك كانت معلقه صغيره ديال المعدنوس هي اللي تندير، كنقطعوها قيوقه وتنضيفوها هاد العناصر كامله. اذا البنات هانتوما غتشوفوا دابا غنمونطيو الطاجين ديالنا. دابا تبارك الله راه واحد الريحه ماشي هي تكون فيها البنات، واحد الريحه ماشي هي تكون فيها طالعه منه غزاله. تنحركوهم نسبيا راه تقلى، ودابا غادي نوضعوا قليل من البصل يعني فوق من الدجاج، شويه البصله مع الزبيب هكا، وعاد كنصطفو البطاطا ديالنا. عاد كنصطفوها تجي البنات ما نقولكمش ما تشبعوش منه هائل. قدوها عالشكل البطاطا الحلوه في هاد يعني هاد تتواجد بزاف في منطقه الشمال، ولكن عندها واحد النكهه غزاله واحد المده فيها ما تتشبعوش منها. وحنا كنعرفوا المنافع كلها ديال البطاطا الحلوه، حتى اصحاب داء السكري يعني ممكن يتناولوها، راه صحيه.
وكنضيفوا ديك يعني ديك المريقه. ودابا غادي نغموا على الطاجين ديالنا ونخليوه حتى يطيب ويجد على خط خاطرو، تنقصوا عليه يعني النار، تنديروا النار مهيئه ونخليوه حتى يطيب على خط خاطرو حتى كيتشمع كيجي غزال. البنات هانتوما كتشوفوا، نعاود نعرف لكم باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي كيفاش كيجي، كيفاش كيجي مونطي. وتنخليوه هكا حتى يوجد على خاطر خاطرو، وما تغادرونيش، بقاو معايا رجعت من دور جديد باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا اللي حضرناه يعني بالدجاج وبطاطا الحلوه وبصله والزبيب، كيجي رائع البنات صدقوني، راه ما تشبعوش منه، لذيذ لذيذ لاقصى حد، واحد النكهه يا سلام. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو النهائي، وبصحتكم وراحتكم، تاكلوه بالهنا والصحه والسلامه، وإلى الملتقى فيديو آخر مع وصفة أخرى أو فلوغ أو شيء من هذا القبيل. ولا حبيتوا هذا الفيديو يا بنات ما تنساوش البارطاج والاشتراك كما العادة واللايك باش تعمل فائدة حبيباتي، ودمتم سالمين إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.